كان صلى الله عليه وآله في نهاية التواضع حتى لأقل واحد. احنا لا نجد في التاريخ حاكما، نبيا، رسولا كان له هذا القدر من التواضع. نعم، في حياة أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم نجد هكذا نماذج، هم بضعة من. في حياة علماء الدين في كثير منهم نجد أنه يحاولون أن ينهلوا شيء من هذا المنهل، ولكن هذا النبي كيف تجدونه في المجتمع؟ كيف تجدونه في بيته؟ ماكو مجال للتفصيل، ولكن أذكر بعض ما ذكره المؤرخون. كان صلى الله عليه وآله يخصف نعله، مو الملوك، حتى إحنا مو حاضرين نسوي هذا العمل، ولكن النبي صلى الله عليه وآله تواضعا لله ما كان يتأبى عن ذلك. أولا يخصف نعله، ثانيا يرقع ثوبه، ثالثا يفتح الباب. إذا واحد طرق الباب، أكو ملك، أكو وزير يفعل هذا العمل، هو يروح يفتح الباب. رابعا يحلب الشاة، خامسا يعقل البعير، سادسا يطحن مع الخادم إذا أعيا. خادم شنو قيمته الآن؟ الخدم شنو قيمتهم في ذاك الوقت؟ شنو كان قيمتهم؟ اللي هو عبد مملوك، إذا شاف الخادم تعب يجي يقعد وياه يطحن معه. سابعا يعود المرضى في أقصى المدينة. ثامنا لا يرتفع على عبيده وإمائه في مأكل ولا ملبس، يعني كان يأكل كما يأكلون ويلبس كما يلبس عبيده بنفس الدرجة مو أعلى منه. تاسعا لا يأتيه أحد حر أو عبد في حاجة إلا قام معه في حاجته. عاشرا يبدأ من لقيه بالسلام، حتى إذا طفل النبي صلى الله عليه وآله شافه يبدأه بالسلام. عاشرا أو حادي عشر يجلس حيث ينتهي به المجلس، يقطع اللحم في البيت، كان يعين أهله في عملهم. وحتى إذا جارية، لا أريد أن أنقل القضية، جارية عبد رآها النبي صلى الله عليه وآله متحيرة في قارعة الطريق، فمشى معها إلى بيتها وتوسط حتى يعفو أهل البيت عن هذه الجارية التي أبطأت عليهم.